لا بروح امك، انا مراجعها كويس. هوب هوب هوب، انت بتقول ايه؟ ايه يا فنان ده؟ ليه بتقولها كده في وشنا؟ وبعدين ما كان ممكن تقولها باي شكل تاني، يعني مامتك، والدتك، على الاقل نحسها شيك شويه، لكن كده في وشنا على طول. انا مراجعها كويس. ايه اللي مراجعها كويس؟ ده لو كنت حصه علوم مراجعتها كنت كتبت المسلسل احسن من كده، ما كلنا اتفرجنا على المسلسل وعارفين البلاوي اللي فيها يا استاذ محمد. في ايه اللي حصل؟ انا اسف. اسف ليه؟ ما تتاسفش، انت راجل سيناريست كبير، ما تقولش الكلام ده. انت تقعد في حته اهو، قعدت في حته وتبلع ريقك وانت بتتكلم. بلعت ريقي، اعمل ايه بقى تاني؟ مش عارف. انت تحترم نفسك. انا احترمت نفسي. معانا اتصال مهم جدا من بنت المخرج العظيم العبقري الله يرحمه جلال الشرقاوي. معانا الفنانه المعتزله عبير الشرقاوي. ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه خالص الحمد لله. معانا مشرفنا هنا في الاستوديو الكاتب والسيناريست العظيم محمد الغيتي. معلش، انت قلت الكاتب والسيناريست العظيم؟ انت الاعداد بتاعك ضحك عليك او ما قريتش كويس؟ منين كاتب ومنين سيناريست ومنين عظيم؟ انت اتاكدت من كلمه عظيم دي ولا فيك ايه؟ ها؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت حضرتك انتقدتي المسلسل. انا زعلانه الحقيقه. انا زعلانه. ايه فنانه زعلانه؟ فهمينا بس بالراحه ايه اللي مزعلك. يعني طب ممكن الاول بس قولي لنا انتقادك يتمثل في ايه علشان اللي ما يعرفش، لان انتقادي انتقاد لازع وبعد كده حق كويس. وهلس انتقاد لازع؟ تصدق ان انت اللي مذيع عظيم لازع؟ هي علبه زبادي. من هذه الشخصيه لتنتقد؟ انا هقوم امشي. اهدى يا كاتب يا عظيم، اهدى يا اعلامي، مش هينفع كده ننتقد الناس زي ما بينتقدونا. انت بتقول من هذه الشخصيه اصلا بتستحقرها؟ ليه كده بس؟ ده قالت عليها ريمان في بوست. طب ما هي ما غلطتش. بس اهدى بس، مالك في ايه؟ ما غلطتش الست دي، تستحق دي؟ ابوها اتبرع منها على الهوا، ابوها اتبرع منها وهو عايش قدامي في مكتبه. ايه ده بس؟ ايه ده؟ مين عايش قدام مين في مكتب مين؟ ما فهمتش الجمله ولا انت اصلا فهمتها؟ يعني مين اتبرع؟ ابوها اتبرع منك وهي عايش في مكتبك؟ ايه انت قلت ايه؟ ابوها اتبرع منها وهو عايش قدامي في مكتبه. يا فنان اهدى اهدى، عشان الباروكه هتقع، ما ينفعش. وبعدين الراجل المذيع اللي معاك ده ما عندوش ولا شعرايه، وانت عندك بسم الله ما شاء الله كتير. اديله من الباروكه واحده، اديله واحدتين كده يسبسب بيهم، لكن الراجل قاعد من غير ولا شعرايه وانت واخد كل الشعر منه. انا رافض انها تخش المداخله. خلاص السلام عليكم. خلاص. رفضت انها تخش المداخله، اخرج انت. وبعدين انت خضيت المذيع اللي معاك. طب فاصل ونرجع لكم تاني. يا عيني ده اتصدم المذيع، اتصدم مش عارف يقول ايه، قال نخرج فاصل. بعدين معنى ان المسلسل قعد عندك 10 سنين في الدرج، يعني كده بقى حلو؟ يعني كده احلقه؟ هو مش كل ما بيقدم كل ما بيحلو بتعتقه يعني ولا ايه؟ مش فاهم. انا عندي حاجات موجوده في البرطمانات جوه بقالها 20، عندي برفان سايبه في الدولاب بقالي 35 سنه. المسلسل زي ما هو وحش، يعني 7 منتجين رفضوه عشان مش قادرين ينتجوه. ما وصلكش معنى تاني كده؟ 7 مره واحده يرفضوا؟ كانوا بيفهموا، قروا المسلسل ورفضوه، مش عشان الانتاج صعب عليهم. ومش هقول، يعني هقول لك سر، انا في 7 نجوم كانوا يتمنوا العمل ده يعملوه، وعملنا بروفات وقعدنا وسوينا. مين مش هقول اسماء، بس اكبر اسماء في مصر، اكبر كوميديانات في مصر. طب اسمي مش هقول. طب واحد محمد سعد مثلا. ياه. واحمد اسمه ايه؟ تصريح محمد سعد. احمد ايه؟ مكي. احمد مكي. محمد كانوا يتمنوا، قالوا لي وعندي الواتس بتاع، عندي رسائلهم. محمد سعد واحمد حلمي. محمد مكي. مكي. احمد مكي. انا بحبهم واحترمهم جدا. محمد سعد ما حصلش نصيب. احمد مكي ما حصلش نصيب. مكي ومحمد سعد كانوا عايزين يعملوا المسلسل وانت اللي رفضت. اتصلوا بيك وكانوا عايزين يعملوا ده انا شكيت ان نجيب الريحاني نفسه الله يرحمه اتصل بيك وقال لك انا هقوم اعمل المسلسل وارجع اموت تاني. انت حلمت بنجيب الريحاني انه جاي لك بيقول لك اكتبني؟ ما جايز قصده ان انت تكتب اسمه مش تكتب مسلسل قصه حياته. وبعدين هو اكيد قال لك اكتبني مش اكذبني. لو انت بتتكلم على مسلسل الضحك الباكي بتاع نجيب الريحاني الاسطوره ده واللي انت كتبته، معرفش كتبته فين، هو تقريبا يعني المسلسل نجح زي ما انت قلت، بس هو نجح عندك انت في البيت بس ما نجحش في حته تانية. او انت بتتكلم على مسلسل تاني نجح اصلا انت شفته مثلا اتفرجت عليه؟ ربما جايز.